بدا بدا عليكم السلام ورحمة الله. عندي واحد الوالدة ديالي والله كان كتجي لها واحد الدوخة مريضة من الراس وطاحت وتهرسات من بلاصة تيقولوا ليها المروض، وديناها للسبيطار دوزنا ليها ودرنا ليها التصاور في السبيطار الكبير، وقال لك الطبيب سيدي خصك تشري ليها الحديد كيدير 1,040,000. شحال تاع المدة هادي باش دوزتي لها؟ 30 في شهر 3. 30 في شهر 3. آه. وهي دابا واش ناعسة في الدار ولا ناعسة في السبيطار؟ لا ناعسة في الدار، عطانا الموعد حتى 11 شهر 5. 11 شهر 5. اييه. وبالنسبة لذاك الحديد اللي قالوا لكم شريوه، واش عندهم في السبيطار ولا قالوا لكم خرجوا على برا شريوه؟ قال لك شريه من برا، صيفطنا لا قدر. صيفطوكم لا قدر؟ اييه. هاد التليفون ديالو ديال هذاك السيد اللي كيبيعو، راه عطانا التليفون ديالو ومشيتو عندو لاكدان. والثمن اللي قال لكم شنو هو؟ قال لك 1,040,000. 1,040,000. اييه. والتكلفة بزاف ياك؟ بزاف. وانتوما واش عندكم شي موارد مالية اللي راه ربي اللي مطالع عندنا غير الله سبحانه وتعالى. والوالدة دابا كي دايرة؟ واش تتنعس واش راه تتهول في الليل؟ نشريو ليها واحد الكينة ديال الهول. ما تتنعش؟ لا تقريبا هذه 3 شهور وهي على في هذه الحاله هذه. اي ياسي. وهذا السبيطار هذا ما بغاش ياخذ؟ لا قال لك سيدي شريو لي الحديد. تنعس تما باش قال لك شري لي الحديد. انت كتشوف راه عطونا المعيد ديال التحاليل قال لك حتى 11/5 باش تجي تنعس. 11 شهر 5. 11 شهر 5. اييه. وبالنسبه للحديد دابا غالي عليكم؟ غالي علينا. ما عندكمش وما خدامين شو؟ لا والو، ربي اللي مطلع. اه. وعندها شي وليدات؟ عندها هي عندي كنت انا واحد اختي، وهذيك اختي راه خارجه تقريبا 20 عام هذه ما بانش عندنا. انت غير عامل مياوين؟ اييه. تخدم غير مع الناس؟ جاب الله شي حاجه غادي نخدم، ما جابش الله راه في الموقف ياك؟ اييه. فاش تخدم؟ تما في العروبيه عندنا. ايوا المهم نتمناو تلقى